مجنون انت؟ غسل السيارة ماما ما يريد، قلت لك انا ما يريد ماما غسل السيارة ترى خايف ما يريد غسل السيارات. يلا روح عطني فلوس ماما 10 درهم 10 درهم اكل ماما ما في اكل. شو 10 درهم انا ايش دخلني؟ ما في اكل ماما 10 درهم ما في مشكلة ما انا مسكين ماما ضحكني يوم تكون نرمين. طبعا ما بضحك طبعا المقلب هذا بيكون اليوم في نرمين محسن افكار الاستاذ رؤى والله يعينكم الله يعيننا. اوكي حصلتك يلا هني هني تعالي حلوة الحلوات هاي حبيبتي حالك شو الاخبار حبيبتي زينة الحمد لله طيبة شو علومك انتي والله الحمد لله بخير سوري شوي انا تاخرت عليكي تقريبا 20 دقيقه صح عادي حياتي انا احبكم ملتزمه بالمواعيد لا حبيبتي زحمة. عادي عادي زحمه ادري ادري الطريق وايد يكون زحمه بس عادي عادي شو اخبارك شو علومك عشان نشوف هالمزه والله انتي مزه حبيبه قلبي انتي شو مسويه قولي لي حبيبتي موجوده انا والله ياسر شغال على برنامج حبيبة قلبي شو جديدك مشاريعك ما قلتي والله انا تعرفي ايش مشكلتنا احنا بالتمثيل غير عنكم في الاعلام يعني مثلا انت الحين قاعد تحضري برنامج تعرفي نفسي خلاص حتفرغ حق برنامج واحد احط تركيزي فيه وكل شيء لكن احنا نجي كلمك فلان وكلمك فلان وكلمك فلان على كذا مسلسل كلهم يبغوا يصوروا مع بعض بديك على مطعم اماراتي تحبين الاكل الاماراتي نجرب ليش لا ما قد جربتي قبل؟ إن أكل إماراتي إماراتي لا يعني مش إماراتي إماراتي مكس يعني بس مش الإمارات اللي وايد يعني هريس وتريد وما أدري شو لا أيه. أشياء تي يعني هذيك مرة رحت مطعم سعودي الله أنا أحب الأكل السعودي صراحة الله أيوة ستونست انسدحت قهوة سعودية ما اشرب غيرها اصلا اي قهوة سعودية الا شيء على فكرة بس اهم شيء هنا قلوب البيضة في الامارات ايه صدقت طيبين جدا نعم فيكم حبيبتي والله من جد والله انا اللي وايد دايما استانس من جد ما شاء الله حتى كجمهور راقي رؤى حبيبتي يعني غسيل سيارة ماما غسيل سيارة ماما غسيل سيارة ما يريد قلت لك ما يريد غسيل سيارة لا ما يريد بليز ماما شو بليز شوي غسيل سيارة ما يريد قلت لك ما يريد خمسة دقيقة أسوي غسيل سيارة ما يريد ما يريد يلا ماما خمسة خلاص انقلع شو يريد انت سوي صفاي سيارة ماما ليش يريد صفاي انا يقول لك لا خمسة دقيقة ماما ما في خمسة دقيقة سير سوي شغل انت مكان ثاني مسكين ماما شو مسكين ماما مسكين ماما وانا شو مشكلتي فيك مسكين 10 درهم ماما وما يريد يعطي 10 درهم ليش ادفع لك 10 درهم ما يريد ما يريد لا يغسل صفاي 5 درهم خلاص ما يريد مسكين ماما سير شوف اشتغل في مكان ثاني شو مسكين 5 دقيقة ما يريد يعطي خلاص 5 دقيقة اعطي 10 درهم ماما مسكين انا ما عندي علق 10 درهم ماما تسوي مسكين انا مسكين ماما ما عندي خلاص لا تعطينا شو تعطينا علق لا تعطينا غسل سيارة خلاص يا انت صدق الحين مسكين غسل سيارة ماما لا هذا صدق مسكين مقلب بروح في مقلب اعطيني 5 درهم طيب مثلي قولي شيء كيف عرفتي انه مقلب 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 يا مرة هناك وينها في السيارة في المرسيدس وفي كاميرا هنا وين؟ عند محمد لا 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 روح بليز ما اتوقع اعرف اعرف حسيتي يمثل؟ لا مو انه سالفه حسيتي يمثل شو عيل؟ حسيت انه مستحيل تكوني كذا بس ليش استحيتي تقولي لي؟ ايش؟ ان انت ليش تي قاسيه؟ احنا ما ابغى احرجك لا خلاص يا جماعه ما شاء الله